أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي جولة تفقدية بأنفاق الإسماعيلية ومدينة الإسماعيلية الجديدة، وذلك برفقة الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس. وكشف مميش عن تنفيذ 187 مشروع بالمنطقة الاقتصادية، معربا عن أمله في التكامل بين منطقة قناة السويس ومشروع نيوم السعودي اللذين سيمثلان قبلة للتجارة العالمية في الفترة المقبلة.